شرف زعيم، شرف تفضل. يلا يلا زارتنا البركه، تفضل 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 ارتاح هون. ايش وين حريمك يا ابو الورد؟ والله العيله راحت عند ام البشر، بدهم يروحوا على بيت ابو النور مشان يجهزوا بنته لعرسها على شكري زعيم. شرف شرف ارتاح. يا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا جيت اقعد عندك بالبيت يا ابو الورد لانه ما بدي اشوف حدا، ولا بدي حدا يعرف شو حكيت معك. ولو يا زعيم البيت بيتك. تسلم يا ابو الورد تسلم. هات لشوف، فهمني السيره من اولها وكيف صارت هالمشاكل كلها بغيابي. منطقطق السلام عليكم. والله شغلي ما بتتصدق منو يا زعيم، ما بتتصدق. احكي لي كل شيء وبالتفصيل يا ابو الورد.